خمس خاص للعرب، وواحد منه اليوم راح فرجيكم كلهم ان شاء الله. واحنا جينا على اكبر سوق، والسوق ذاك الكوري، وكثير متحمس. يلا نبلش. لازم احط اغمس الصوص هنا زي كده. هذا اكل اشهر اكل هنا بالسوق التقليدي الكوري، لازم تجربوا لازم. اوكي جماعه، طبعا يعني انتوا كثير تحبوا الطبقي، انا بعرفه هنا الطبقي الكميه. واو مره يامي، اكل تقليدي حلو مره جدا. جميل جميل جدا صح؟ وانتم ما تعرفوا يعني الطريقة صح عشان تاكلوا كيمباب وطبخي، لازم انتم تغمسوا. شوفوا يا جماعة، هاي الطريقة صح. جماعة الزلمة حلو بيعمل كيمباب لحاله، ما شاء الله حرفيا. شوفوا شوفوا هنا مرة دعيق، بس هيك كثير السوق الشعبي مرة. تقدر تاخذوا هنا وممكن تجرب الأكل الكوري حتى باللاميون، وشوفوا أكلات غريبة وشعبية مرة. وطبعا يعني في هنا زي منتجات كورية مرة عشان السياح. جماعة حلو زينا. إذا أنت شفت نتفليكس، هي طلعت في نتفليكس وصارت مرة مشهورة هنا، دائما في طابور. وشوفوا يعني كايجو سوب نودل كوري السخنة الشوربة، أنا جربته مرة لذيذ، ولازم تيجي هنا ولازم تجرب معها. هنقول إيه هنقول إيه أنا كورية يا أنت طبعا. يا غشكا. شكرا لك يا كامزاميدا. يا حبتي. ومرة مجانب في عشان نتفليكس ما شاء الله. أيوه يا حبيبي ما تشوف بس تقطع لنا نودلز ما شاء الله. شوفوا الخركطة. واو. أين السوق هنا بالشارع ذهب؟ أيوة هذا الشارع كله ذهب. أنا بعرف إنه أنت كتير تحب ذهب. أيوة أنت عرب. إذا بدك تشتري شيء مميز ذهب في سيول في كوريا، يلا زر معنا. أوكي جماعة، هلا يجينا على منطقة ميونغدونغ. أي منطقة هنا يا جماعة؟ ميونغدونغ منطقة مشهورة للأجانب، خصوصا للتسوق، مستعدات التجميليه. ايوه هنا اشهر منطقه للتسوق للعرب وللاجانب، لازم تزوروا هنا. وفي برنامج هيدا اليوم موجود في ميونغدونغ برضه. ما قلت لك حلو مره حلو. أيوة. افضل منطقه للاجانب. ايوه انتوا لما تختاروا فندق يعني كونوا هنا يعني ميونغدونغ، فهنا نص بالضبط يا جماعه. فانصحكم بزياره هنا، بس بنفس الوقت انه فندقكم هنا. ما نحتاج الى كلام، لازم تعالوا هنا. ايوه يلا نشوف. بيصير مرة حلو صراحة، يعني ميونغدونغ سير مش كتير كويس صراحة، يعني في سير أحسن من ميونغدونغ، بس راح أوريكم برضو بعدين. هاي 10 دولار حرفيا، 10 دولار شوية. حلو مرة جدا. ما هذا الفستان برضو مرة حلو. ناسبك جدا. لبس هنا، لبس هنا ملابس كلها صيفية مرة كيوت ومرة تقريبا كلهم 10 دولار بس. مرة كيوت يا راجو. شوف 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 ستايلك. ستايلك مرة حلو برضو. الشعب جميل، البلد جميل، التعامل راقي. عن جد؟ نعم. واو، يعني حرفيا انه عملت بس تري انت يعني فورا، بس هو بيحكي هيك. وبعدين تنصح يعني بزيارة كوريا للعرب؟ نعم انصح بالزيارة. كيف بلد امن؟ البلد اسعاره معقولة، فنادق الخدمات اسعار معقولة. التنقل في المدن جميل. ذهبت إلى جزيرة جيجي. ومدينة بوسان. وبالقطار من مدينة. أنت خلصت كوريا؟ نعم. أحلى ترجع. بإذن الله إن شاء الله. يا نجوى هنا في مرة زحمة ناس. شو هنا؟ محل بوليفيا. بوليفيا.
Sephora في كوريا أفضل وأكبر مول متجر خاصة زي تكسكي كيرو كل شيء فيه هنا صح؟ أول فرق أول فرق صح؟ أول فرق هنا دائما في خصم موجود. شوف يا زلمة كيف يشتري الماسكات وكل شيء. هنا يا جماعة في طبق ثاني أكبر أوليفيان بكوريا ما شاء الله أول فرق يعني طبعا يعني ميونغدونغ منطقة مرة مشهورة بالسوق خاصة سكين كير ملابس وهيك لا يشتغل كافيه أخيرا هذا الكافيه خيالي يا جماعة كل مشروب طبعا خاصة ماتشا أنا كنت كثير جالبة يا جماعة يلا شوف في حلويات مرة حلوة حلويات بماتشا برضو حرفيا هم بيعملوا ماتشا هنا حبيت واحد قهوة برضو في هاي الطريقة يعني تقليدية هيك وهنا كافيه مرة مميز صراحة ماتشا ميكتي بيست سيلر هاي ده مرة تقيل واو عن جد ماتشا كتير تقيل كتير زاكي ايوه هنا حرفيا هذا كافيه يعني مبدا كامل هاي ده ماتشا كافيه وانا بعرف ليش عن جد دعم مش مقول كتير زاكي يا جماعة والله جاربوا يا جماعة هنا جماعة شوفوا احنا طلبنا تلقي بينسو ستروبيري بينسو ما شاء الله شوفوا شكله بدون نقاش حلو يعني هيك حلويات كوريا 100% بسيف صح هذا الايس من حليب عشان كده كتير مميز وزاكي مرة I always give away too much. It's like I've got no sense of touch. شنو هذا الكافي الحب؟ اوكي طيب ليش؟ حبايب يجون ليقفلون الحب عندهم اه عن جد؟ يقولون يعني علامات الحب يعني حكي ما شاء الله انت عمرك عملت هذا الشيء؟ نعم عملت كافي الحب مع حبيبة سابقة ايوه وانتي؟ ما عملت بس ان شاء الله قريبا ان شاء الله لما تيجي على نمسا يعني هيك نركب التلفريك برده مع منظر حلو No little by little here Cause I give my all راحت هلا وصلنا لنهاية الفيديو كان برنامج نامسان احنا ثلاثة اشخاص اخترنا افضل برنامج في السيور صح يا كريم؟ نعم انا اوافق عليك وكمان عندنا برنامجين ثانية ف استنوا لحاجة جديدة عشان نوريكم البرنامجين هيا إن شاء الله اليوم كمان شكرا للمشاهدة وبحبكم كتير يلا نزور كوريا الجنوبية ونكتشف كوريا الجنوبية مع بعض وفي جنة تورس اتصلوا معنا بواتساب أو إنستغرام يلا باي باي هلا شو أخباركم اليوم رح نتقابل يوتيوبر عائلة أميرة فأنا كنت متحمسة هم رح يزوروا هذا البيت بيت صاحبتي عشان كذا أم نطبخ مش أنا بس يعني أم نطبخ رح نحضر بروغوغي وكيمبا شوف الشغلات ما شاء الله أنا طبعا يعني كتير مبسوطة إنه يوتيوبر مشهور يعني هيك بيحكي لي بأول إنه يلا نعمل كولابريشن يلا نعمل زي محتوى مع بعض وهيك يعني طبعا أنا كتير مبسوطة يعني. بقى أهلا وسهلا بأي وقت عشان تشونا كيمبا نحضر المحتويات هنا سجل كيمتي ستيو رح نحط التونة برضو التونة عندي ضمو تابويو بوبو لينبا السكر عشان نعمل زي صوص تبع الكوكي صويا صوص تمون ناشل سيستم اويل حط مية برضو حط السكر هلا بسل عشان حط السكر صار زي هيك بني كارملايزنج يعني بسرعة هو عنده شهادة تبع أكل كوري رخصة أو شهادة المهم يعني واو انت تطقيها غلط ترى يا جماعة صار لي شهرين ولسه ما تعلمت كيف اطقها اوكي انيو توزنها يمكن هتخليها متساوية اوه
هو حلو. ايه يا عم اليوم انا مع ميرو فاميلي. هاي طبعا تشرفنا انه جينا ضيفتنا هنا واستقبلتنا عندهم. yes. احنا مره سعيدين وشكرا على الاستضافه الجميله. hey. والاكل الكوري. hey. الجميل والله. الله يعطيك الف عافيه. صح انه جينا ما طبخت شيء. صح ما طبخت. بس امها اللي طبخت. بس امها اللي يعني ساهمت. بس هي ساهمت في الاكل. الله يعطيكم الف عافيه والله. شكرا لكم. عفان عفان وما قصرتوا. يعني هم يعني اتصلوا بي باول عشان هم بدهم يعني تجربه يعني هيك ببيت كوري وعشان كذا طبخنا. yes. وعزمنا وهيك. تجربه جدا جميله يعني. هذا اول مره في حياتي انا ادخل بيت كوري. hey. واقعد هذه الجلسه الجميله مع ناس كوريين ومو بس كوريين لا يعرفوا عربي كمان. ايوه شيء مره نادر تلاقيه صراحه. شيء مره نادر شيء مره حلو صراحه. hey, كثير انبسطنا. هم كثير متعادين ولازم تروح على ايش اسمه قناتهم عشان يعني كثير بيعملوا فلوكات مره حلوه وكثير ممتعه وكثير متعبين. فراح احط اللينك تحت. ياي اليوم فيستيفال داي مع اصحابي. السلام عليكم حبيبتي. كل الناس بيشربوا بياكلوا وهيك يشوفوا ستريبر بيجيبوا.